دكتور فايز ما راح نوصل لنتيجة يعني ما راح نوصل لنتيجة انا رايي انا رايي اتمنى عليك كنت يا ريت بس انت بتسمعش يا ريت تسمع الحديث الحكي الرئيس الاسد لا لا سمعته يا حبيبي سمعته نعم شو سمعت سمعته ولكن انا ما بصدقه لمين لا بشار الاسد ما بتصدق بشار لا ما بصدقه لك ليش انت مينك لحتى ما تصدقوا الرئيس الاسد شريف حافظ على هدوء انا محافظ على هدوء بس عيب عليك انت عم تقول عيب عليك انك تقول عيب لك عيب عليك تقول لا عيب عليك انك تقول عيب عليك تقول ما بصدق عيب عليك ما بصدقه لانه كذاب انت واحد كذاب ومعلمك كذاب شريف ليك عيب عليك انت ابني لك انت ابني لا دكتور فايز دكتور فايز انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي هذا انا صبي المخابرات انا صرنيتي اشرف منك دكتور فايز دكتور فايز معلم معلم دكتور مصطفى دكتور بتجيب مش لا 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 شباب 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 كسخت عرضك شباب شباب شت شت أل 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 وين الزحف وين يلا 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 يلا